حابب برضو اعرف من حضرتك رؤيتك الفنيه للمباراه، ومين افضل العناصر يمكن من وجهه نظرك، او من يعني النقاط اللي انت شايف ان موسيماني اداها بشكل مميز. لا هو طبعا ما فيش شك، هو تولي المسؤوليه اعتقد كان، يعني مش اعتقد، دي حقيقه طبعا، كان اختيار موفق الحقيقه. هو طبعا اسم كبير في بلده، امثال الانديه والمنتخب، خبرته كبيره في المجال الافريقي والكره الافريقيه. يعني انا احساسي، واكيد الاحساس ده واصل لحضرتك، الثقه يعني توفرت او تمت بشكل سريع جدا. سريع جدا، مظبوط. انت عارف طبعا جهاز فني ومدير فني وقت جديد، محتاج وقت، تاخد وقت، صح. اللاعب بيبقى حاسس ان هو في اختبار، حتى لو اساسي، هل هيبقى وجهه نظره ايه؟ هيقيمني ازاي؟ لا انا شايف يعني الحمد لله، واختيار موفق، اختيار موفق. نسبة او وفقا لخبراته مع افريقيا والوداد تحديدا، ولا علشان النتائج الكبيره اللي حققها في وقت قصير هي ديت اللي حددت ان اختياره موفق في هذا التوقيت؟ هو طبعا ممكن الاختيار يجي يبقى يكون موفق كبدايه. انا اي اختيار من وجهه نظر حضرتك، اي اختيار ممكن يبقى، يعني نيجي نحسبها في ساعه حدوث الاختيار، يعني نقول ده اختيار جيد وموفق وتيجي يعني ممكن تبقى في بتلك حاجات تؤثر على نتائج الفريق، على اداء الفريق. توفيق برضه بيخش طبعا. انما الحمد لله الاختيار موفق، وحصل نتائج كويسه وتوفيق كويس الحقيقه، واداء يعني نتائج اعتقد ما اتحققتش قبل كده على مستوى البطولات الافريقيه، فوز بشكل كويس في خارج ملعبك وفي ملعبنا، وتفوق بشكل كبير وواضح، وده طبعا بيدينا اطمئنان ان شاء الله، وبيدينا امل كبير في الحصول على البطوله باذن الله.